وللمتابعة انضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي مصطفى توسا. سيد مصطفى، يعني الأكيد أن هناك أزمة سياسية كبيرة في منطقة شنغن بسبب الهجرة. ميركل أعربت عن تفاؤلها اليوم بعد هذا الاجتماع، هل فعلا هذا الاجتماع ربما يدلل العقبات؟ لا، ليس هناك أي مؤشر جاءنا اليوم من هذه القمة المصغرة من بروكسل الذي يوحي بأن هناك تفاؤل بالتوصل إلى مقاربة أوروبية مشتركة لمعالجة هذه الهجرة، أزمة الهجرة. كل المؤشرات التي جاءت توحي بأن هناك يعني انقسام وشرخ حاد بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي يمنعهم من التوصل إلى مقاربة مشتركة، يمنعهم من التوصل إلى حلول، ويجعل البعض يفكر بأن الحل هو إبرام اتفاق ثنائية أو ثلاثية. وهذا يعطينا فكرة بأن التحديات الكبرى التي تواجه القمة الأوروبية في نهاية الأسبوع المقبل ستكون تحديات انقسامية بين دول الاتحاد الأوروبي التي لم تستطع لسوء الحظ أن تتوصل إلى مقاربة مشتركة وحل مشترك لهذه الأزمة التي تهدد كيان الاتحاد الأوروبي، وتشجع وتعطي يعني أضواء مشجعة للقوى الأوروفوبية التي تكره دول البيت الأوروبي الموحد. طيب سيد مصطفى، حضرتك ذكرت أن هذا الاجتماع ربما انتهى كما بدأ، لا جديد فيه. طيب هل هذه الاتفاقة الثنائية التي ذكرتها وتحدثت عنها أيضا السيدة ميركل اليوم، هل يمكن أن تحل مشاكل ميركل اليوم التي يهددها وزير الداخلية بالخروج من حكومة الائتلاف؟ نعم، ربما مرحليا يمكن أن تسمح لأنجيلا ميركل لمواجهة وزير داخليتها هورست هوفر الذي يهدد ب يعني الخروج من التحالف الحكومي وإسقاط الولاية الرابعة لأنجيلا ميركل. يمكن أن يساعد مثلا إيمانويل ماكرون في بعث رسائل إلى رأيه العام الداخلي الفرنسي بأنه توصل إلى شبه حل لهذه الأزمة، لكن يعني لا، صراحة لا أحد يصدق بأن مثل هذه الحلول قادرة على أن تكون في مستوى التحديات الحادة التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي. هناك عدة تحديات، ولحد الساعة لم تستطع الدول الأوروبية أن تواجهها أو أن تبدأ أو تجد لها بداية الحل، وهي مثلا تغيير قوانين اللجوء التي يتعرف باتفاقيات دبلن التي تضع على عاتق الدول الوصول، إيطاليا، إسبانيا واليونان، كل يعني الحمولة الثقيلة التي يشكلها عبء وصول المهاجرين إلى أوروبا. وبما أن دول الاتحاد الأوروبي لم تستطع التوصل إلى هذا الحل، فتبقى المشكلة مطروحة على دول الاتحاد الأوروبي، وستبقى المعالجات يعني ظرفية ومفصلية وليست حادة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس عبر سكايب المحلل السياسي مصطفى توسا.